اوكي ابتديت القصه بسرعه كده. في سنه 2004 اتعينت مدرس، اتعينت نايب يعني طبيب مقيم في مستشفى المنسوب الجامعي. مستشفى المنسوب الجامعي الجامعه المنسوب زي ما انتم عارفين دي جامعه اقليميه، بس ده يعني كان تحقيق نجاح كويس ان انا اتعينت في قسم القلب وبقيت في السلك الجامعي. المهم لان زي ما انتم عارفين مستشفى المنسوب الجامعي كانت مستشفى لسه بتحبي وما فيهاش امكانيات، قسم القلب ده المفروض ان هو حاجه كبيره وفي اساطر وفي عمليات وحاجات كبيره، فما كانش ينفع ان احنا نتعلم في بني سويف. فبعتونا علشان خاطر نروح جامعه ايه؟ اللوجو ده. جامعه القاهره. فرحنا اصلا عيني بقى عشان خاطر نتعلم في جامعه القاهره، عشان نتعلم اسطر ونتعلم ونشوف عيانين كتير. المهم كانت مستنياني هناك بقى المفاجاه. المفاجاه اللي كانت مستنياني هناك ان في تفريق شويه ما بين الاطباء اللي هم الزوار اللي جايين من الجامعات الاقليميه والاطباء اللي هم موجودين اوريدي هناك اللي هم اولاد القصر العيني بيسموهم كده. فوانت قاعد هناك كده تلاقي مثلا السكن بتاع الاطباء، سكن الاطباء احنا لينا سكن على قده كده والحاجات اللي فيه قديمه، هم ليهم سكن بيطلعوا اسانسير احنا بنطلع على السلم، وهم ليهم سكن ليهم مطعم مختلف عن المطعم اللي احنا بناكل فيه، الاكل هناك بيبقى يعني مميز شويه. المهم دي حاجه بسيطه، انما كان في حاجه ثانيه مهمه ان انت مثلا مش من حقك ان انت تقدم المرور يعني تقدم الحالات لاستاذ كبير زي دكتور حسين رزق اللي انتم شايفين صورته ده. دكتور حسين رزق هو استاذي العظيم اللي علمني جزء كبير جدا، يمكن ربع الامراض القلب اللي انا اتعلمتها على يد الاستاذ ده. بس المهم انت لما وصلت هناك ما كانش ينفع ان انت تقدم الحالات للدكتور ده، لان الدكتور ده يعني طريقته فظه شويه، ولو عارف ان انت مش من القصر العيني ممكن يبهدل كل اللي شغالين هناك. كمان من الحاجات اللي كانت ما ينفعش ان احنا نعملها واحنا هناك هو ان احنا نروح مستشفى القصر العيني الفرنساوي الجديد. القصر العيني الفرنساوي ده بقى بتاع عيلة القوم، ده بتاع الناس اللي ما ينفعش، هم برضه بتوع اولاد القصر العيني. اصل انت لو رحت هناك واشتغلت انت عارفين هناك العيانين دول في اي بي، يعني يجي وزير يجي وكيل وزاره يجي شخص كبير، فاللي انت هتتعامل معاه لا يفضل علشان خاطر الامج الشكل بتاع القصر العيني يبقى لازم ايه؟ لاولاد القصر العيني برضه. فكانت النتيجه ان احنا برضه ما كناش بنروح. المهم ده ساب في نفسي شويه حساسيات، يعني حسسني مع ان انا شايف ان انا نفسي كويس. في طريقتين للتفكير في الموقف ده. ممكن الاولاني يا ريتني كنت دخلت القصر العيني، يا ريتني كنت ما دخلتش بني سويف دي خالص. وفي طريقه ثانيه ان انت تخلي بني سويف هي اللي تبقى زي القصر العيني. وده اللي ابتدينا نحاول ان احنا نعمله، او الحلم اللي انا المفروض دورت عليها، وابتدينا اذاكر المفروض واحاول ان انا ابقى زي الاصلي. وقد كان الحمد لله من المذاكره والمجهود وان انت تحاول تثبت نفسك. بعد شويه بقيت اقدم المرور للدكتور حسين رزق، بعد شويه بقيت بعتوني الاصلي الفرنساوي، فده بالنسبه لي كان حدث كبير جدا. بس هي لا زالت بقى فضل في نفسيتي برضو. مثلا مؤتمر القلب اللي بيتعمل كل سنه، عارفين الجامعات اللي بتعمله مين؟ جامعة القاهرة تعمله سنة، جامعة عين شمس تعمله سنة، جامعة مش جامعة بقى معهد قلب القوم يعمله سنة. طب بني سويف فين؟ مش موجودة. طب المنصورة؟ مش موجودة. أسيوط، سوهاج، كل الجامعات بنها، كل الجامعات اللي هي اللي بيسموها إقليمية مالهاش دور، ما ينفعش تنظم إيفنت كبير زي ده. فلغاية دلوقتي في برضه الواحد حاسس إن هو إحنا ليه أقل؟ إحنا أنا نفسي نبقى زي ما قالوا في التقديم كده، ودي حقيقة يعني، أنا نفسي إن بني سويف دي لو ينفع إن هي تبقى مدينة للسياحة العلاجية، يعني العيان مش لاقي يتعالج في أي مكان فيجي بني سويف علشان خاطر يتعالج. المهم عشان ما أطولش عليكم، هل ممكن؟ ان شاء الله ممكن نشوف نكست. في سنة 2005 اللي هي وانا هناك في القصر العيني جت بنوتة عندها 16 سنة. البنت دي كان عندها ضيق شديد في الصمام الأورطي وضعف شديد في عضلة القلب. الصمام الأورطي هو صمام المفروض ما بين البطين الأيسر والأورطة. المهم ان الضيق الشديد ده بيخلي الدم ما بيطلعش بسهولة ويضعف قوي عضلة القلب. باختصار شديد البنت دي كان حالتها عامله ازاي؟ جايه مورمه، رجليها ورمه، بطنها مليانه ميه، ما بتعرفش تاخد نفسها، لو اتقلبت بتنهك، طول ما هي قاعده في عندنا في السرير العنايه المركزه قاعده مش بتنامش على ظهرها، بتقضي الليله كلها قاعده ميله مدفيه كده قدام مش قادره تاخد نفسها. العيانين دول النوع ده من العيانين بنسميه العيان التيرمينال اللي هو النهائي اللي هو مش هنقدر نعمل له حاجه. وخاصه بقى لان الجراحين
الحل الوحيد ليها ايه؟ تغيير الصمام الاورطي. الجراحين زي ما انتم شايفين كده رفضوا. ليه رفضوا؟ لان العينه قلبها ضعيف ما يستحملش الجراحه. فايه البديل؟ لا البديل بسيط، البديل ان العينه دي تموت. هو كده. دي العينه اللي انا كنت مسؤول عنها اللي انا المفروض هقدمها للدكاتره. ف العينه دي انا يعني انا يعني عايز اقول لكم ان انا كنت ببكي من كتر ما انا مش عارف اعمل لها حاجه. فبسال الدكتور الاكبر مني وهو بيمر معايا بقول له طيب ما في حل، عندي فكره. فقال لي ايه؟ قلت له ان احنا ندخل بالقسطره. مش انت بتستخدموا القسطره علشان خاطر نوسع الشرايين؟ طب ما تيجي نستخدمها لتوسيع الصمام بالبالونه. فقال لي هي دي فكره، بس الفكره ان لو عملنا كده الصمام هيوسع بس مش هيقدر يرجع يشتغل تاني كويس، فكل نتيجه انك تجيب لها ارتجاع شديد فده برضه هيموتها. فبدل ما نبقى احنا اللي موتناها وسيبها ايه؟ تموت لوحدها. وللاسف هو ده في 2005 ده حقيقه كده. العيله دي للاسف ماتت في رعايه مركز، واشتغلنا عليها انعاش بس للاسف ما قدرناش ان احنا ننقذها، فهي ماتت. طبعا بقى في دماغي كل الحاجات دي كلها، منها انت في جامعه كمسوك، انت جامعه اقليميه وجامعه متاخره عن بقيه الجامعات ومحدش معترف بيها لا دوليا ولا اقليميا ولا اي حاجه. وبعدين جامعه القاهره بالغيلبان الكبير بتاعها، وبعدين دكتور حسين رزق ما كنتش بتقدر تقدمه بس بقيت تقدر تقدمه. كمان في دماغي برضه جامعه عين شمس، جامعه عريقه وجامعه كبيره، وانت برضه بتفكر في ان انت جامعتك ليه عامله كده. جامعه اسكندريه، البنت اللي ماتت، الجراحين اللي ما بيدوش شكل الحالات، كل الحاجات دي كلها كانت طول الوقت موجوده في الباك جراوند، موجوده في الخلفيه بتاع التفكير. لغايه لما ربنا سبحانه وتعالى يعني اراد ان يبقى في فرصه. الفكره باختصار بقى بتاع توسيع الصمام الاورطي بتبوظ الصمام، انما انك تركب صمام بدون ما تعمل جراحه القلب المفتوح. يعني احنا كنا زمان كان بيفتحوا صدر العيان بمنشار الجراحي. انا اسف ان انا يعني عارف ان كل الناس اللي مش ميديكال ومش اطباء يمكن يعتبروا ده حاجه شديده شويه، انما هو ده اللي كان بيحصل. يفتحوا صدرهم وبعدين يطلعوا القلب، يوقفوه، يشقوه، يقصقصوا الصمام ويركبوا صمام معه. عمليه صعبه جدا طبعا، بتسبب مشاكل العيان بيقعد فتره طويله، بيبقى سايبه اثار جرح جامد، بيقعد العيان 3 4 شهور لابس حزام على صدره، فحاجه يعني فيري ديفيكولت. الفكره الجديده هو ان احنا ندخل بالقسطره عليها بالونه زي ما انتم شايفين كده يمكن، وبعدين البالونه دي توسع الصمام، وبعدين يبقى على البالونه في صمام صناعي يركب من خلال القسطره. دي فكره واتنفذت فعلا بره جمهوريه مصر العربيه، وكان حلمنا ان احنا ننفذها. هو حلم المشروع، انما هل احنا عندنا الخبره؟ ما كانش في حد بيركبها اصلا، ولا جامعه من جامعات مصر ركبتها، ولا جامعه من جامعات مصر ركبوا الصمام الصناعي ده. وبعدين التمويل، ما فيش تمويل برضه، التمويل هيدفع الصمام بيتكلف حوالي 100,000 جنيه ده الصمام. الحاجات اللي حواليه 300,000 يبقى كله كام؟ 400,000 جنيه، ده المطلوب، احنا عايزين 400,000 جنيه لكل عيان محتاج. المهم جت الفكره بقى ان جت لنا عيانه كبيره المره دي في السن، واولادها شوفوا برضه بر الاولاد بقى امهاتهم، اولادها كل واحد استقطع جزء كبير من ماله علشان خاطر يصرف على الصمام. فهم قرروا هي حالتها ما ينفعش تتعمل عمليه، فما لهاش حل غير ان احنا ينسبها ها تموت، او ان احنا نركب الصمام بالطريقه دي. بس احنا ما عندناش الخبره، ما جربناهاش، وفي نفس الوقت احنا ما عندناش الامكانيات. ولادها كان عندها 4 اولاد ما شاء الله، كل واحد حاول ان هو يوفر جزء من المبلغ، فجمعوا ال 100,000 ثمن الايه؟ الصمام. بقيه الحاجات بقى كلها الاطباء بالاساطر بالحاجات اللي بنستخدمها جت الحمد لله بالتبرعات. فكل تنازل عن 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 اجره، والحاجات وفي شركات اتبرعت لنا ببعض الاكويبمنتس يعني. وبعدين قعدنا ندرس الحاله وجبنا خبير اجنبي مصري في نفس الوقت، يعني يحصل برضه على جنسيه اخرى من اللي بيشتغلوها بره كتير. والحمد لله لما جه معانا قعدنا نتناقش ويعلمها لنا وحضر معانا العمليه واشتركنا مع بعض فيها، وكانت النتيجه ان احنا واحنا شغالين في العمليه، انا الحمد لله كنت واحد من هذا الفريق، وكانت النتيجه من العمليه نجحت وركبنا الصمام بدون نقطه دم،
للأسرة من غير ما نفتح خالص. العيانة روحت البيت، قامت روحت البيت تاني يوم بدون ما يبقى فيه أي مشاكل خالص، نفسها كويس، الصمام الصناعي شغال، وأنقذنا حياة مريضة. أقدر أقول يعني زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فيا ريت لو العمل ده يتحط في ميزان حسناتنا، ونيجي كده يا رب يوم القيامة نقول له يا رب إحنا عملنا كذا، بس ربنا يجعله خالص لوجهه سبحانه وتعالى. ونشرنا الحالة لأن إحنا الحمد لله وفضله برضه إحنا كنا أول جامعة مصرية تعمل تكفي اللي هي تغيير الصمام العضوي. الست الكريمه دي اهلها ازاي قدروا ان هم يوفروا المال؟ فسبحان الله لما ابتلاهم بهذا الابتلاء هم قدروا ان هم يتغلبوا عليه، ان هم يجمعوا الفلوس علشان خاطر والدتهم. احنا برضه عندنا هذه النعمه، كمان نعمه الرب سبحانه وتعالى خلاني جزء من هذا النجاح، فدي نعمه برضه. الحاجه الوحشه اللي ما احبش ان احنا نعملها تاكس بليز هو ان الواحد يرجع لفضل النفس، يتهان ان هو بالعلم او ان زي نعمل بقى زي ما قال القانون انما اوتيته على علم من عندي. لا، كل بفضل ربنا سبحانه وتعالى. كمان الاعجاب وحب المدح، انا شور ان ممكن الواحد يقف وقفه زي دي، فبعد ما تخلص يا انتوا هايلين انتوا ما حصلتوش، انا مش عايز حد يقول لي كده ومش عايز يعني، لان دي من الحاجات فعلا اللي ممكن تبوظ العمل. اند فاينلي واخيرا ان يكون العمل مش خالص راضي الناس سبحانه وتعالى او يكون للشهره. أخيراً سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.